ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في فيديو النهاردة هنشرح ازاي نظهر زر اعادة الموت في ببجي موبايل في التحديث 17 الجديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو اشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش، وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو، ويلا خلينا مع الفيديو. مشاهدة ممتعة. رجعنا لكم مرة تانية، بس عندي ملحوظة الأول قبل ما نبدأ الفيديو. الطريقة ديت بتنفع مع المحاكي ومع الموبايل. أول حاجة هنخش على السيتنج، هننزل تحت، المفروض هي بتبقى ظاهرة هنا اهوت عشان تتأكدوا اللي هي مكانتش ظاهرة عندي أساسا، وهنظهرها دلوقتي إن شاء الله مع بعض. هنخش على الرسوميات، ولو أنت عندك معمولة سلسة هتعملها متوازنة وهتدوس حسنا، وبعد كده هتطلع من اللعبة خالص وهتخش عليها من الاول. وبعد ما فتحت اللعبة معانا هنخش على السيتنج، هننزل تحت اهو، زر اعادة الموت اهو ظهر معانا واتفعل كده. نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال على اعجابكم. لو عجبكم شيروه عند كل اصحابكم. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.